أنهت المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج لهذا العام دون تسجيل أي إصابات بكوفيد-19 في المشاعر المقدسة. السلطات السعودية أكدت أنه سيكون على الحجاج المقيمين جميعهم داخل المملكة العربية السعودية الخضوع لحجر صحي إلزامي مع انتهاء المناسك. نعم، من جهتها أشادت منظمة الصحة العالمية بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها السعودية في موسم الحج الحالي من أجل حماية الحجاج وتفادي انتقال العدوى. وانتهت رحلة الحج لهذا العام وسط نجاح كبير سجلته المملكة العربية السعودية في ظروف صحية دولية لم يمر بها العالم من قبل. بدأت رحلة الحج لهذا العام بقرار تحديد عدد الحجاج وأن يكونوا من داخل المملكة من مقيمين وسعوديين من أجل التغلب على ظروف انتشار كورونا ولتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو الحفاظ على النفس البشرية، والذي لقي تأييدا كاملا من المسلمين في عموم الدول الإسلامية. وصل حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة وفق إجراءات احترازية غير مسبوقة، حيث تمت إقامتهم في مساكن العزل الصحي مسبقا للتأكد من سلامتهم، ومنها توجهوا لأداء طواف القدوم والسعي بين الصفا والمروة، ثم توجهوا إلى مشعر ميناء لقضاء يوم التروية على صعيدها الطاهر، ملبين ذاكرين الله ومهللين، مع تطبيق كامل للتباعد الجسدي وفق ما رسم على أرض المشاعر المقدسة، مع قياس مستمر لحرارة كل حاج. الحمد لله المملكة العربية السعودية هذا العام رغم انتشار جائحة كورونا في العالم كله إلا أنها استطاعت أن تقدم حجا استثنائيا وناجحا بكل المقاييس. تضافرت فيه جهود الدولة وتضافرت فيه أيضا جهود الجهات المشاركة في موسم هذا الحج بإشراف ومتابعة القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. أدى الحجاج مناسكهم بنجاح وتميز، وكما أعلن وزير الحج أنه خلو هذا الموسم من كل الأمراض المحجرية وأيضا من وباء كورونا، انتهى الحج بنجاح وتميز. وفي مساء يوم التروية بدأت مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة كما جرت العادة السنوية. في اليوم التاسع من ذي الحجة تم تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفة للوقوف بها، وأدوا صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في مسجد نمرة، لتتم نفرتهم قبيل مغرب اليوم نفسه إلى مشعر مزدلفة ليبيتوا بها استعدادا للتوجه إلى منشأة الجمرات بعد استلامهم حصن جمرات التي عقمت وغلفت لهم مسبقا لمنع أي هاجس صحي. أعتقد أن المملكة العربية السعودية لديها الخبرة الكافية ولديها الخبرات التراكمية لإدارة الحشود في الحج، ومرت بتجارب سابقة خلال السنوات الماضية وأدارت الحشود تقريبا 3 مليون حاج في بقعة مكانية وفي زمان محدد، واستطاعت أن تدير هذه الحشود. ومرت أيضا هناك بعض الوبائيات سواء في كورونا الشرق الأوسط أو في إيبولا أو خلال سارس، كلها استطاعت المملكة العربية السعودية أن تتجاوز هذه المحنة وتتجاوز هذه الظروف وتدير الحج بنجاح. في هذا العام الحمد لله كانت هناك إشادات دولية من منظمة الصحة العالمية ووكالات أنباء ورؤساء دول ومسؤولين كثير في العالم. صبيحة يوم العاشر من ذي الحجة يوم عيد الأضحى المبارك، أدى المسلمون صلاة العيد في الوقت الذي رمى الحجاج جمرة العقبة وقاموا بنحر الهدي والحلق أو التقصير، فيما أدى الحجاج طواف الإفاضة متحللين بذلك من إحرامهم. في اليوم الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة قام حجاج بيت الله الحرام برمي الجمرات الثلاث ليغادروا بعد ذلك أرض مشعر ميناء متوجهين لمكة المكرمة لطواف الوداع في الحرم المكي الشريف بعد أن من الله عليهم بقضاء الركن الخامس من أركان الإسلام. بالرغم من تفشي جائحة كورونا حول العالم إلا أن المملكة حرصت على عدم إلغاء مناسك الحج لهذا العام وإقامته بأعداد محدودة، الأمر الذي لقي ترحيبا إسلاميا واسعا. سامي الحمود لتلفزيون دولة الكويت الرياض.